والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لتكسر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا. ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. معكم سرية. أنا شفت المسيح كتير. النهاردة الجزء 35. ابتلي على الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ الحقيقة الرؤية النهاردة صعبة شوي، وعلشان كده تأخرت عليكم، ما كنتش قادرة أستوعب وكان صعب علي جدا، لكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. كنا في الجزء اللي فات لبسنا رداء جديد في جديد، ومن أول الرسالة بتاعتنا لبسنا أربع أثواب: واحد ثوب الكتان الأبيض لون الطهارة والنقاء، اثنين ثوب قوة الروح القدس البنفسجي الفاتح ومع حامل العرش نسبح بإيمان، ثلاثة ثوب العرس على أبواب أورشليم عروس أبيض، أربعة الثوب الأخضر الفاتح زي ثوب التكريس أو ثوب الخلاص والعودة إلى الحياة، وده ثوب نعمة الحياة. اللون الأخضر الفاتح لون النور، واللون الأخضر الغامق لون الحياة، وهو لون الروح القدس. لما نخلط الأصفر والأخضر الغامق بيديك اللون الأخضر الفاتح، وده لون التوب اللي اتلبس المرة الفاتح. فرحا أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثوبه ثياب الخلاص، كساني رداء البر. لقد أوضح النبي ماذا يعني بثياب الخلاص قائلا: لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها، هكذا السيد الرب ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم. اسمحوا لي أقول: وثياب الخلاص هو بر المسيح نفسه وتسبيحه اللي بيحب لنا عطية مجانية لمن لا يستحق من عنده بالنعمة. توب نعمة الحياة وابتولي على الموت. اسمحوا لي أقول: توب الخلاص من كل عار وعبودية، توب الحرية من كل سلطان لإبليس عليا، الخلاص من كل ظلمة وكل خزي وعار ومرارة وحزن واكتئاب وتنهد وألم على أي شيء. بدأت تحط رجليك في الحياة الأبدية. عايز أقول لربنا: عندما ألبستني ثوب برك عرفت إن اللي يشوفني بيها يعرف إنك سلفته ليا شوية، لكنك تركته ليا بنعمتك حتى لا أخذه. نقدر نقول إن الإبن بيجهزك وبيقدسك بألوان العرش. في الجزء اللي فات المسيح نزلني على الأرض، أرض ممهدة جميلة مروية، وجريت عليها بالطول والعرض على شكل صليب. كنت بقول رح أعدي الأرض بالطول والعرض وهعلن فيها الحياة. ما في موت هيسود، ده إلهي موجود وما فيش غيره إله، زي الترنيمة اللي أنا نزلتها لكم نور الأنوار. وكأني في لمسة أو اتحاد بين أرضي وسماية، في رداء نعمة جديد، توب حياة ابتلع كل موت في جوايا. حسيت أني نازلة من قدام المسيح اللي مليان سيادة، بيملاني رجاء للتغيير من الموت للحياة، من ضعفنا لقوته هو، للنصرة والغلبة بيه وفيه هو، من التراب للمجد، من الظلمة للإشراق والبهاء، برجائنا كما في السماء كذلك على الأرض، لأن السماء ترتبط بأرضنا في مصالحة واتحاد جاي من السماء للأرض، جاي يباركها ويجددها ويديها حياة ويبتلع الموت. بيجدد وجه الأرض بروحه القدوس الحي العامل فينا، إنسان جديد والعتيق مات. تعالوا نجيب نور ويملى ظلام أراضينا، تعالوا نتقابل مع الراحة الحقيقية تملى الكيان كله مهما كانت الظروف وضيقتنا حوالينا. تعالوا نعيش الإيمان والرجاء والمحبة ونثبت قلوبنا وعينينا، تعالوا نخليه يسود علينا وعلى قلوبنا، فنلاقي الفرح والسلام والاحتمال والوداع والتعفف والأمانة جوانا ووسطينا. تعالوا نخلي كلمته تنجح فينا وتنبت في أراضينا، ونلاقي ثمار وحصاد ونرجع بالأفراح وحب سابينا. تعالوا نعيش أفكاره هو ونمشي طرقه هو، نشبع بيه هو، نشرب منه هو وهو يروينا. أكبر خسارة في حياتك، ويمكن هتخسر حياتك كلها، لو إنك ما تعرفتش على الجمال والبهاء والحب الحقيقي للمسيح فيك، والأعظم والأهم أنت فيه،
انت فيه جواه عضو في الكرمة الحقيقية هو، في هيكله هو، حضوره يملى المكان، يملى كيانك كله. تعالوا تعالوا نتقابل مع الأفراح والتسابيح والأمجاد السماوية حوالينا. تعالوا تعالوا نعلن ونهتف هتاف الخلاص والعون لكل البشرية. تعالوا نستمتع بالجمال والبهاء في المسيح. اديله فرصة يملى كيانك، يوحد سماك وأرضك فيه هو. هي دي العطية الحقيقية، هي الحياة الأبدية. يا خسارة عمري يعدي من غير لقاه ورؤياه وانطلاق نوره جواك، فيزداد الإعلان من الكلمة الإلهية. يوسع الطريق جواك وتبقى الكلمة جواك ثابتة وواضحة بهية، ويعطيك مسالك بين الواقفين أمامه في الأبدية. الأرض والعالم كله وما فيهم لا يساوي لحظة قدامه في الحياة الهنية. تعالوا تعالوا نستمتع برائحة الطيب المقدس، رائحة البركة والرصيد المقدس، رائحة العطر واللبان على المذبح وعبيره يشجينا. تعالوا نجيب محبته ومرحمه وبركاته لأراضينا وبلادنا وأهالينا. تعالوا نتملي بمشيئة المسيح وأفكاره بالجرأة وعدم الخوف، وتحرك زي النسور، افرد جناحاتك، اطلق أجنحة الروح بلا حدود، وقول له قدوس قدوس قدوس، مستحق وعادل، ولباس البر يغطينا. عيش حالة الملائكة العرش وتهلل بالقدوس الحق. وكانوا مازال جوايا كل الطموح ده، وفكرت في الناس أكتر من نفسي فعلا، وبقول تعالوا نوصل كل ده للبعيدين والمساكين ويعرفوا سبب الرجاء اللي مالينا. ومن هنا كانت المشكلة. احنا عندنا رداء الخلاص، رداء الحكمة والنعمة، رداء الحق، رداء البكر القائم من الأموات، عندنا رداء قوة إيليا، رداء يوسف الملوكي، رداء المجد والبهاء، رداء المحبة. طب المشكلة فين؟ إنك بتقابل ناس لابسين رداء عار أو خزي أو حزن أو شفقة على النفس، أو رداء مسكنة أو فقر أو استسلام للوضع الحالي، أو رداء ضعف، رداء فشل وخوف، أو استهانة بربنا، أو استهانة بالتسبيح والعبادة، أو استهانة بجسد وكنيسته، أو لابسين رداء الشهوات، رداء الخطية، رداء الموت، وتاه عن الطريق، تاه عن المسيح، عايش جوه الكنيسة وفاكر إنه مع ربنا وهو بعيد كل البعد. ناس بيصوموا وبيخدموا بكبرياء قلوبهم، أو عايشين الفساد جوه الزواج، أو الإرهاب جوه البيوت، والوباء جوه القلوب. الفساد تحت ستار الحلال، والإرهاب متخفي في كلمة الحزن، ومش عارفين يفرقوا بين الصح والغلط. ناس لابسين رداء التقوى لكنهم بعيدين كل البعد عن ربنا وإنجيله، عايشين العبودية لإبليس، عايشين في السبي في بابل أو أشور، وفاكرين إنهم شعب الله المختار، بني بليعال. وبليعال معناها بلا قيمة، بني بليعال اللي يحولوا كل حاجة عشان تكون بلا قيمة، اللي يقلل من قيمة الكلمة الإلهية والأحداث الروحية والعمل الإلهي، يبرد النار الروحية قدرتها جواك، يستهين بعمل الله فيك وفي الكنيسة. اوعى تكون فاتر، ليس حار ولا بارد، لألا برضو يتقيأك من فمه. عايز أفكركم بحاجة مهمة كمان في التجلي في لوقا 9، وكانت في الجزء 34. وإذ رجلان يتكلمان معه هما موسى وإيليا، اللذان ظهر بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. زي ما يكون خارج من مكان لمكان يدخله، يعني عايز أقول بدأ الخروج من الأرض في اتجاه السماء، لكن بعد التجلي في صليب، يعني دايما في صليب بعد التجلي عشان نموت الذات. هو إحنا بنعدي بكم صليب؟ بما إنك بتعدي بالمذبح، إذن ده مكان ذبيحة، إذن في صليب. أفكركم في خيمة الاجتماع في مذبح المحرقة في الدار الخارجية، ومذبح البخور في القدس، وتسبيح ودم رش وتابوت عهد في قدس الأقداس. في قدس الأقداس بما أن فيه تابوت، يعني فيه لقاء مع الموت والدفن، وفي نفس الوقت لقاء مع الكلمة والحياة. لازم أكون عارف لما بشوف المسيح ده مش للدلع، ده علشان بيكمل معايا طريق، بتواجه إبليس وجنوده في مواجهات مختلفة في المسيح يسوع. طب ليه؟ علشان يرفعك على سلم يعقوب ويطلعك للسلم، مش تنام تحت السلم مستني الملائكة تنزلك، لا،
يطلعك من سلمة للسلمة اللي بعدها بحسب المرحلة الروحية، تتقدم تنمو معاه ومن مجد لمجد. بتواجه إبليس وجنوده في مواجهات مختلفة، وهو امتحان آخر السنة الدراسية، ولما تعدي المواجهة تعدي للسلمة اللي بعدها، يعني ننمو ونتقدم ونمتحن ونطلع بإعلان جديد ورؤية جديدة ومواجهة جديدة وامتحان جديد وجديد في جديد. المواجهات كل ما بترتفع بتبقى أصعب، الشطارة تعديها بسرعة وتسيب يسوع يتصرف من خلالك. اوعى تواجه لوحدك، المواجهة من عمق لعمق في المسيح، وبتواجه من عمق لعمق ضد الشيطان. لما بتشوف عالم الروح بكل ما فيه من نور وضلمة، لحد ما توصل للسلام في كل حال. بصراحة السلام اللي جوانا منه وحده وإبليس بيهرب وينمحل لوحده، زي لما بتنور نور في مكان مش بتلاقي الضلمة، تهرب الضلمة تلقائيا ومن غير مجهود. الحقيقة كنت تعودت على الخدمة في الكنيسة وجوه الحظيرة، لكن الخدمة خارج الحظيرة عشان ترجع الخروف الضال وانت في المسيح، تلاقي ان المكان وعر او صعب بين الصخور وبين الاشواك. الراعي بيتجرح عشان الخروف يرجع للحظيرة. طبعا احنا هنا بنخرج بالمسيح، لا به وفيه، لان احنا في المسيح هو ماشي جنبي، لا ده هو الخارج وانا جواه. العمل عمله هو بالكامل، وتلاحظ عيني يطرقه وأمجد اسمه القدوس. إحنا بنخرج فيه نبحث عن الدرهم المفقود والخروف الضال، ولكن الشعور العجيب إنه بيحسسك بشعوره هو بمحبة ربنا للضال ورحمته العجيبة بيهم وطلبوا راحتهم حتى لو الأشواك راحته. بس الغريب لو الخروف مش حاسس إنه ضال ومش حاسس إنه مجروح أو بينزف أو مش عايز يرجع من أصله، يبقى قلبك بيتعسر عليهم وهم مش حاسين ولا شايفين وفقدين العقل، ومهما قلت مش سامعين غير نفسهم وبس. الحقيقة ربنا بيعلمنا مش تحب قريبك كنفسك وبس، لا تحب بطريقة المحبة، بطريقة الصليب، تضرب وتهان ويتف على وشك وتجرح وممكن يعروك وانت مش عارف غير انك بتحبهم وبس، مستعد تموت مكانهم. وهنا اختبار موت الذات لدرجة اللي حواليك بيستعجب وبتسمع منهم، طب انت ايه اللي عليك بالتعب ده او بتعمل كده ليه، او ما تريح دماغك منهم، هو انت غاوي شقة؟ وبتسمع حاجات كتير جدا زي كده. بس العجيب هنا ربنا بيحسسك احساسه هو ومحبته هو واحترامه العجيب العجيب لإرادة الانسان. وفي حاجة تاني تبدأ تحس، مثلا بكما في السماء كذلك على الارض، إن مثلاً مفيش فرق بين السماء والأرض جواك، في حياة تسليم عجيبة، مثلاً من ناحية المسافة. لو حد من أهلك سافر السماء، طب هو مش بعيد، وهو مجرد انتقل من الأرض للسماء، زي انتقل من بلد لبلد جنبك، خرج من الأرض عشان يدخل السماء مع المسيح، افرح له. جواك في تسليم عجيب وراحة واستقرار وسلام، مفيش حزن ونحيب واكتئاب، في ثقة وإيمان ورجاء جواك، ومحبة عجيبة للناس، وفي جواك حكمة ونور. طيب بينا على الرؤية الجديدة. واقفة على ارتفاع وجنبي ملاك، وشايفة باب كبير وواسع في مبنى كبير قوي زي مبنى محكمة كبيرة، ومش شايفة ليها حدود، محكمة العدل الإلهي، وملايكة خارجين منها وبيخرجوا أكياس زبالة سودة كبيرة ينزلوا ويحطوها في عربيات السجون. العربيات بمقاس أوتوبيسات كبيرة ملهاش شبابيك، كل أوتوبيس ليه باب واحد، وواضح من المنظر إن الأكياس دي كانت علشان يرموها أو يعدموها أو يولعوا فيها، يعني يحرقوها. إحساسي إن اللي في الأكياس دي ناس، وفي منهم مسيحيين بكل أسف. نزلت وقربت من الملائكة وهم بيحطوا أكياس فيها ناس مسيحيين في الأوتوبيس، وجوايا حزن وشفقة عجيبة عليهم. ولقيت الملاك علشان أشوف حط كيسين في إيدي، أخدت الكيسين وجريت على بيت جنب المبنى، وبقول لنفسي وبقول له يا رب من فضلك اديهم فرصة تانية. دخلت البيت ده لقيت ترابيزة ستانلي ستيل كبيرة، الترابيزة مش أفقية لكن مايلة تقريبا بزاوية 45 درجة زي ترابيزة العرض في بعض المحلات، بحيث تبقى شايف كل حاجة عليها كويس جدا.
الكيس كان في إيدي خفيف وكان فيه عظام، ومجرد ما فتحت الكيس لأني صليت لقيت العظام على الترابيزة ورجعت ناس تاني، يعني أجساد لكن ميتين. كان داخل كل كيس عظام لأربع أشخاص ميتين، يعني بقي معايا تمانية. الملاك قال لي نادي عليهم بالقيامة. عقلي راح لحسقيال النبي والعظام اليابسة، وعقلي راح كمان لإقامة لعازر وإقامة ابن أرملة نين. ناديت بقوة باسم يسوع المسيح، قوموا وامشوا. في أربع أشخاص قاموا فعلا. فرحت، لقيت بنتي جت لبست الناس اللي قاموا من الموت ملابس، والأربع أشخاص التانيين لا رفضوا. استعجبت، القلب قد تحجر والبصر تيبس والعيون جفت، وثبتوا أعينهم على الحياة القديمة، أحبوا المذلة والهوان وعشت العبودية، وكأنهم قاطعين عهد مع الموت وميثاق مع المهاوية بكل جهل. لقيت ناس جت غسلتهم ودفنتهم تاني، اللي رفضوا القيامة، وأنا واقفة ومستعجبة. انتهت الرؤية. القديس أغسطينوس يرى أن الأناجيل ذكرت قيامة ثلاث أشخاص بواسطة السيد المسيح، فإن كان قد أقام هذه الأجساد إنما ليشير إلى قيامة نفوسنا من موت الخطية. أقام ابنة ييروس رئيس مجمع اليهود وهي ملقاة في البيت، قامت وكانت لم تحمل بعد لكي تدفن. المعنى الروحي إن الخطية هي موت للنفس، لكن أحيانا تمارس الخطية في الفكر بس، أي في بيتك داخلك، وإن وافقتها في عملها أنت تخطئ وبتقتل نفسك، ولكن الفكر الشرير لم ينضج بعد ويتحول لعمل. معناها ربنا عايز يقيم مثل هذه الأشخاص ويرجعهم للحياة قبل ما الخطية تخرج من بيتك. التاني ابن أرملة نين، هو ابن وحيد لأمه وهي أرملة، كان ميت محمول لدفنه. المعنى الروحي الميت قد حمل خارج البيت ومحمول في اتجاه دفنه للأب، زي الخطية خرجت من إطار بيتك أو قلبك وفكرك للممارسة العملية. إن كنت تخطئ طب سيقيمك الرب ويردك لأمك الكنيسة. ثالث شخص إقامة المسيح لعازر. الخطية في القلب يعني في البيت، لما في الأولاني خالص الخطية في القلب يعني لسه في البيت وانت قابلها، التاني هي تحولت لعمل فيه ناس عرفوا وشافوا، التالت تحولت الخطية العادة والخاطي مدفون فيها وبحق يقال عنه قد أنتن، يعني مفضوح وبدأ يحمل سمعة ردية للغاية وهو بيفتخر بيها في فجور. الناس دي هجروا الأخلاقيات. ببساطة الفكر الشرير يعبر على بابك كغريب ثم داخلك كضيف إذا قبلته، يستقر داخلك كسيد لسلطان الموت، ثم يحملك خارج البيت يعريك ويفضحك ويجلسك تلحس التراب وتاكل أكل الخنازير زي الابن الضال، وربنا يرحمه. لكن مع كل ده قوة المسيح قادرة أن تردهم للحياة إذا قبل الحياة، فلا يأس أو استسلام للموت. وحتى إن كنت راقد في قبرك فالرب يقيمك، وحتى إن كان جسدك قد أنتن. حقيقة كنت بفكر في الخطية والموت في الكتاب المقدس، كيف جعلت الخطية سليمان الحكيم جاهل، القوي شمشون عبد ذليل ضعيف تحت أقدام امرأة خاطئة حتى شبه الحيوانات، مرنم إسرائيل الحلو الملك داود ساقطا. ماذا فعلتي أيها الخطية بالملوك؟ أيهتها الحية جعلتي من الملك أخاب وزوجته إيزابيل أشلاء أجساد حتى كل ما تبقى منها جمجمة وأطراف أصابع، وأكلها الكلاب ودم أخاب اللي لحسيته الكلاب. أعلم إنهم وإن كانوا ملوك فهم عبيد لك أيتها الحية القديمة، أطاعوك حتى الموت. يا لهم من جهلاء، يقتلون أنفسهم بأنفسهم ويجرون ورائك، يلهثون خلفك يضحكون، ولكن الموت في أفواههم والشهوة لا تشبع. نعم إنهم أغبياء وجهلاء. ملعونة أنت أيتها الخطية، في كل عطاياك باطلة، طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند الصخرة. صار الإنسان خصم وعدو النفس بلا رحمة، يتودد للشهوة والخطية الموت نفسه، يتحالف مع الحية ضد نفسه ليهلكها. أليس هذا جنون وجرم حقيقي في حق نفسك؟
وانت يا يهوذا الخائن، هل خنت معلمك ام خنت نفسك في النهاية؟ وما الداعي والسبب لكل هذا؟ الحقيقة بعد حوالي شهر تقريبا من الرؤية دي، وانا بفكر زي ما كنت بشرح لكم دلوقتي، لقيت ناس من اللي انا شفتهم في الرؤية، منهم اعرفهم شكلا وممكن بنتكلم مع بعض في الكنيسة من وقت للتاني، منهم من كان يبكي بحر او انهيار، حكوا معايا مش مشكلة واحدة، لا مشاكل، وكلها صعبة جدا تخصهم وتخص ناس حواليهم برضو من اللي شفتهم في الرؤية. لقيت عندهم مشاكل اجتماعية ونفسية وروحية وقانونية، وبقول تاني قانونية، وعائلية ومادية، وكل حاجة ممكن تتخيلوها من كل شكل ومن كل لون. الحقيقة الناس دي لقيت انهم عايزين مجتمع كامل يشتغل معاهم. الحقيقة اتكلمت مع اباء في الكنيسة، لقيت مساعدات جميلة جدا جدا منهم ليهم. اتكلمت مع الأسرة اللي حواليا، لقيت كل واحد استقبلهم جوه قلبه قبل مساعدته ليهم. اتكلمت مع ناس في النواحي القانونية، مسيحيين وغير مسيحيين، لقيت مساعدات وعمل فوق الرائع. اتكلمت مع ناس في النواحي الصحية ونفسية، لقيت آراء وحاجات أروع من روعة. بالرغم من كل الصعوبات كان ربنا مادد إيده وفاتح كل الأبواب، وبقول فاتح كل الأبواب تاني حتى بطريقة معجزية فوق العقل بس للي يفهم. لكن المشكلة وقفت عند جحود الإنسان لكل عمل اتعمل، وقفت عند الإنسان اللي مش عايز يتنازل عن شهواته، وقفت عند الأنانية المطلقة اللي تخلي الإنسان يعاند حتى مع نفسه لدرجة بيضر نفسه ويفقد عقله ويضر كل اللي حواليه بعمى ومش حاسس. ناس عايشين جسديا والصحة راحت، وميت نفسيا وروحيا. ناس عايشين القسوة حتى على نفسه ولابس ثوب الحمل، إنسان عايش الزواج لكن في قمة الشهوانية. ناس لا تسمع ولا ترى ولا تعقل ولا تفهم، الجنون بعينه بيوصلوا للانتحار. تمدله إيدك بالمعونة يأكلها، أكل خبزي ورفع علي عقبه، تقدمه لهم كل الخير يقدموا لك كل الشر. وهو ده المسيح على الصليب، قدم الخلاص لمن لا يستحق ولا يفهم ولا يعقل ولا يسمع. كانوا الحربة والمسامير وإكليل الشوك ويهوذا تقدم ليهم الحياة وهم مصممين على الموت، وكأنهم قاطعوا عهدا مع الموت وميثاقا مع الهاوية بعقل جاهل. لما بتلاقي نفسك كمان شامم ريحة الموت، بكيت عليهم واعتذر لك إلهي عنهم ومش قادرة أصدق إنهم بشر. ريحة الموت مخلية إن بطني كانت مقلوبة ومش قادرة نام بجد، وكل ما تيجي سيرة الناس دي أحس إني أسفة، فعلا أشعر بالقيء، مش قادرة أصدق. كان عنده حق كل الحق لما أبدهم في البرية وما دخلوش كنعان. ربنا كان جميل جدا لما قال أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، ويسيبهم ولسه بيدي فرصة لكل ضال ومفقود للرجوع، وده طبعا لو سمع وشاف وبطل عناد وأنانية وشهوانية. بجد ربنا يرحمهم ويرحمهم. ربنا لما أخرج لوط واسمه معناه غطاء أو نقاب، وزوجته وأولاده من سدوم اللي معناها احتراق أو مقيد، وعمورة اللي معناها مغمورة يعني مقيدين بالشيطان ومغمورين بمياه الفساد وبيمثلوا أعماق وسيادة الشيطان إبليس، وهم بدنتين أحرقهم الله لأثامهم من انحراف وفساد وشذوذ وفجور وعنف وتمرد وعصيان وكبرياء. وزوجة لوط بتمثل حالة التشبث بالخطية فوصلت للجمود. ربنا أخرجهم بأيدي الملائكة. ربنا مستعد أن يحملنا على أجنحة الملائكة ويرجعنا ليه، ومش بس كده، مات علشان نرجع ليه. مش قادرة أصدق الحالة اللي بيوصل ليها الإنسان حقيقي. لطيف جدا من ربنا لو إحنا وصلنا للدرجة دي إنه يحاول ليهم الأفى ولا ينظر إليهم، يعني يتركهم لإبليس ولشهواتهم. أما الذين قلبهم ذاهب وراء قلب مكروهاتهم ورجاستهم، فإني أجلب طرقهم على رؤوسهم. عادل أنت أيها الرب وجميع أحكامك مستقيمة وطرقك كلها رحمة وحق وحكم. بيكلمنا الله في سفر الحكمة 10 إن الحكمة وهي الله، وهي اللي أنقذ الصديق اللي هو لوط من المنافقين الهالكين فهرب من النار الهابطة،
وإلى الآن يشهد بشرهم قفر يسطع منه الدخان، ونبات يثمر ثمر لا ينضج، وعمود من ملح قائم تذكار لنفس لم تؤمن وهي امرأة لوط. والذين أهملوا الحكمة لم يحصر ظلمهم لأنفسهم بجهلهم الصلاح، ولكنهم خلفوا للناس ذكر حماقتهم بحيث لم يستطيعوا كتمان ما زلوا فيه بكل أسف. يعني حتى مش بيعرفوا يستروا على أنفسهم، بيفضحوا روحهم بين الناس ومن فجرهم حاسين إن ده الطبيعي. الغلطة غلطتي أنا اللي رحت أبص على شرط الزبالة فيها إيه؟ كان لازم الثقة في عدل الله وقضائه تكون جوايا من غير ما أروح أبص، لكن كان لازم الصليب لاختبار الذات والمحبة للناس إنها لا تتغير، لأن المحبة لا تتغير. وكنت حاسة إني واقفة قدام عوج وسيحون في حالات الانتحار اللي شفتها. أخطيت، ولما نزلت وميلت الأنظر تركني بكامل حريتي، لكن قعدت في فترة حاسة بالقيء ورحت العفن. سامحوني إني بقول كده، لكن دي الحقيقة. الله قادر على كل شيء وإقامة الميت، لكن الإرادة في إيد الإنسان وحده. قبول الحياة أو الموت في إيدك وحدك، لكن لينا إحنا. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ طيب، ملاحظة تانية في العهد القديم في مزمور 125 و136 وفي تثنية ثالثة، ارتبطت النصرة على عوج بالنصرة على سيحون. مين عوج وسيحون دول؟ اللي كنت حاسة اني واقفة قدامهم في حالات الانتحار اللي شفتها، وبشكر ربنا اللي انقذهم، وكنت مثبتة عيني على الوعد وبردد بقوة وإيمان ان ولا موت هيسود، ده إلهي موجود وما فيش غيره إله، وكنت ماسكة في وعد ربنا وبكل قوة. مين سيحون وعوج؟ سيحون ملك الأموريين، وعوج ملك باشان وكل ممالك كنعان، أعطى الله أرضهم ميراث لإسرائيل. عوج ملك باشان واحد معنى اسمه تلم، دائري اعوجاج، طويل العنق، عملاق، معاند وقوي من الجبابرة. وباشان يعني أرض مستوية وممهدة، لكن خلاها عوج أرض عار وطرقها معوجة. بيذكر الكتاب المقدس إن النبي موسى هزم وانتصر عليه. عوج ساكن في عشتاروت يعني النجاسة، يعني هو تلم وبيلف ويدور، لكن يميت ثمار تعبك بعناده ونجاسته، ويخلي أرضك الممهدة الجميلة أرض عار ومعوجة حتى باللي افترى عليك، حتى باللي افترى عليك. ولكن ارفعوا الأيدي، اعلن مع موسى النبي انتصارك بيشوع على عوج وسيحون. الملك الثاني، أما حشبون كانت مدينة سيحون ملك الأموريين. سيحون يعني جريء وعظيم ويدفع بقوة، وحشبون يعني الحزن. هو ملك الأموريين حاول يمنع العبرانيين من المرور في أرضه وهم في طريقهم لأرض كنعان. بلا جدوى انهزم جيشه، انقسمت بلاده بين أسباط العبرانيين. بيعتبر اسمه تحذير لمن يقاوم الرب أو شعب الرب، وهو الملك المحارب لإبليس. في تثنية واحد، بعد ما ضرب سيحون ملك الأموريين الساكن في حشبون وعوج ملك باشان الساكن في عشتاروت، سيحون معناها محارب، يحارب بشجاعة وجراءة من ملوك الأموريين، ملوك الأفكار أو الفكر. في حشبون معناها حزن، بيحارب المنطق اللي في ذهنك بقوة عظيمة ويعمل حصن حواليك، اللي يديك أفكار سودة أو أفكار انتحار مثلا أو أفكار سلبية مرارة، أو يعذبك بفكر الشعور بالذنب، ويديك أمطار أفكار يأس أو هزيمة وفشل وموت، وبيشوش على الأفكار السليمة ويسيطر بقوة ويوصل الإنسان للمرارة واليأس والانتحار فعلا. الملكين دول من الرفائيون، معناها ظلال الموتى، أرواح الراحلين من الجبابرة. هم روح المرض، روح الموت، هم روح القوة اللي تسحبك لتحت لظلال الموت عند الرفائيين، وهم روح الجحيم، هم روح الفشل والخوف والذكريات السيئة ترجعك للخلف زي امرأة لوط. روح البرودة وصقيع روحي واستهانة بالعبادة، وزي الناس اللي شفتهم مليانين بأفكار سودة وفشل. حزني على الناس دي خلاني أقف تاني وحاول معاهم
وبكل أسف حتى لما بيقوموا من الموت الجسدي مستمرين في بعض الأحيان في موتهم الروحي. وعلى كل دورنا النادي بالحياة وهم هيعملوا إيه بعد كده مش دورنا. المسيح ما قعدش جنبهم بعد ما أقامهم من الموت، مش يكمل رسالته. بس بكل أسف بقول لكم الأعداد كبيرة جدا جدا يا جماعة، خارجين من قدام العدل الإلهي في شنط زبالة زي امرأة لوط في جمود. أتاري الوباء جوه البشر قبل ما يكون براه، والإرادة في إيد الإنسان وحده ومراحم الله عظيم. لكن لا يأس مع الحياة، والحياة في المسيح، ودايما في أمل طول ما أنت عايش على الأرض. أمين يا رب وعادل في كل أحكام. تلاحظ دايما علشان ما يحصلش كبرياء جوانا، إحنا لازم واقفة قدام إبليس، ولما تدخل لأعماق الحياة مع الله تلفظ أعماق إبليس وتبقى مش قادر تتحمل قذورتها وعفنها. ارمي بسرعة وانفض التراب، تطهر واغسل ايديك من العفونة والفساد، وارجع بسرعة وخد مكانك. اعلن الحياة وسيب الحياة تبتلع الموت. اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاوية؟ هوذا هذا الهنا انتظرناه فخلصنا، هذا هو الرب انتظرناه، تبتهج ونفرح بخلاصه. ولكن في المسيح ليك سيادة على كل أرواح تحت الأرض وزلار الموت. يبقى هما واحد بيحارب أفكارك بقوة ويحاول يشوشها ويشوش على كل اللي حواليك عشان ما تركزش في المسيح، والتاني عايز ينجس كل ثمر حلو وبيفسد كل أرض ممهدة وخصبة وجاهزة للإثمار. وزي ما انت عديت بظلال الحياة والتجلي، لازم تعدي بالصليب بظلال الموت الرفائيين، وتقف في المسيح بكل ثقة ونعمة وقوة، وتعلن القيامة والحياة قدامهم. صلاتك وإعلانك للقيامة في وسط الموت بيشل إبليس. وبكده جبنا من الآخر، قف بقوة وإعلن. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ ربنا بيسكت ويخلص سيحون بقوة الله، ويكسر رقبة عوج وكل معاند وتلم قدامك. مفيش دواير وحصون مغلقة للشر قدامك. دوس بعز على رقبة الموت. ثبت عينيك على القدرة الإلهية مش على اللي شايفه بعينيك الجسدية. ثبت فكرك في وعد ربنا ليك في السماويات. ثبت نفسك في توب النعمة الغنية بعيون جديدة وفكر جديد وقلب جديد في أرض جديدة وسماء جديدة. الله معطي الثمر وقادر أن يحافظ عليه للأبد. ربنا لما بيبدأ شيء بيكمله للآخر ويتممه، ويعمل منك إناء للكرامة مقدس ونافع للسيد للمجد. وكما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة، لكي تصوروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. طيب، هو إيه الفرق بين الجزء 16 سر الغلبة والنصرة والنهاردة جزء 35؟ المرة اللي فاتت عديت الجحيم ولابس ثوب قوة الروح القدس ومش معايا ناس. الوسيلة كانت التسبيح بالروح القدس بعد صلب وموت الذات اللي سقوط أسوار أريحة على المذبح في القدس. النهاردة وإنت في المسيح لابس توب الخلاص والبر، توب النعمة، بتحاول تعدي بناس معاك، منهم من يقبل ومنهم لا يقبل. والوسيلة هنا إعلان القيامة والحياة بقوة، والصليب للتأكد من موت الذات واستقرار النفس وعدم تغيير المحبة واستقامة الروح. والمكان هنا هو قدس الأقدس. هوذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض، قولوا لابنة صهيون هوذا مخلصك آتي، وها أجرته معه وجزاؤه أمينه. وإحنا يلا بسرعة، أين توب المجد؟ أين توب البر وعلامة وجودك في حضن الآب ووجود الآب في القلب والابن في المنزل؟ إن سرحت الخنازير وعفن الموت، امسك في ذبائح السلامة والغفران. أين ثوبك وحذائك وخاتمك وإكليلك المقدس وفرحة السماء بيك؟ أين رتبتك ومقامك؟
من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها؟ هيا نترك وادي الدموع، نتسلق جبل السلام، نطلق العصفور من الأقفاص، ننطلق نحو السماء، هيا ظافرا على التلال، قافزا على الجبال. أنت الرب مخلصي وولي عزيز يعقوب، أنت الرب نوري الأبدي وإلهي زينتي، أنت الرب في وقته تسرع إلي. اسمحوا لي أرفعك أسبحك أباركك. أشكرك يا إلهي العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي، قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لكل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، لكل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأبدي الأزلي. آمين.